تفضل بالبقاء معي سيادة العميد. وردنا الآن بيان النائب العام حيث أمر بفتح تحقيق موسع وسرعة التوصل للجناة في انفجار الماريوطية، وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بفتح تحقيق عاجل في انفجار عبوة بدائية الصنع استهدفت الأتوبيس أتوبيس سياحية بالهرم، ما أسفر عن مقتل سائحين وإصابة 10 آخرين، وأمر بسرعة التوصل للجناة. وقع الانفجار في الساعة 6:15 من مساء اليوم، وقالت الأجهزة الأمنية إنه نتج عن عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع الماريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي يقل عدد 14 سائح فيتنامي الجنسية، ما أسفر عن وفاة 2 وإصابة 10 من السائحين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة مصريين الجنسية. كلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب الجيزة الكلية بالانتقال إلى موقع الحدث وإجراء المعاينة اللازمة والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين الذين تسمح حالتهم. أمر باستعجال تقرير الصفة التشريحية بشأن المتوفين ومعرفة سبب الوفاة وأخذ عينات من مكان الحادث لمعرفة المادة المستخدمة في الانفجار.